السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، شفاك الله وعافاك شيخ. وشفاك الله وعافاك أنت والسامعين والسامعات. شفنا امرأة كبيرة لا تأخذ الأدوية الكيميائية ولكن تأخذ مادة الأفيون. فقلنا لها حديث أبي الدرداء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عنده الداء والدواء، فممكن تلجأ له العلاج في أمر ثاني. قالت هو ده اللي بيطيبني، فكيف أنصحها وهي نقصانها يعني؟ الطبيب يفهم عنا وعنك وعنها. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن لا تتداوى بالمحرم، الحشيش ولا الأفيون. بارك الله فيك. أبارك. السلام عليكم.